من كاع الفيديوهات ديال لي براكاج اللي كنت ندير كان ديما البراكاج تدار بطريقه من هاد الطرق هادو، سواء الحفر ولا التهديد ولا استخدام شي متفجرات ولا شي حاجه باش يدخلوا للكوفر. ولكن اليوم قصه مختلفه. قصه اليوم قصه ديال واحد الحلاق قرر يدير براكاج دارو بلا ما يحل حتى باب، بلا ما يحفر حتى شي حاجه، وسرق مليون دولار. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الابليكاسيون دابا كلكم تتعرفوها اللي هي تاب تاب سند، ابليكاسيون ديال ترانسفير ديال الفلوس ديال الناس اللي خارج المغرب ولا حتى الناس اللي لداخل ديال المغرب. هاد الابليكاسيون ممكن تيليشارجيوها من بزاف ديال الدول، في اوروبا، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، المهم راكم عارفين، ممكن تيليشارجيوها حتى في ميريكان في كندا، ومن تما ممكن ترانسفيريو الفلوس لهنا للمغرب بطريقه انستونطاني. بغيت تصيفطوا الفلوس تيوصلوا، وبديتو اللي هما مزيانين من غير استقبال الفلوس في المغرب، ممكن تستقبلوهم في دول اخرى ما بيناتهم السنغال، لبنان، تونس. بالنسبه للترانسفير ديال الفلوس ساهل بزاف، خاص تكون عندك غير كارت بونكير، ومنها تصيفطوا لابليكاسيون الفلوس، ومن لابليكاسيون عندكم ممكن تصيفطوا لشي حد اخر الفلوس. اون فوا كتصيفطوا لذاك الشخص اللي هنا الفلوس، تيوصلوا واحد الكود في البورتابل ديالو، وهو ممكن ديك الساعه يمشي لاي اجونس كاش بلس يوريهم الكود ويخرج فلوس. بالنسبه للماكسيموم ديال الفلوس اللي ممكن تصيفطو هو 3300 اورو، ولكن ممكن تصيفطوها بزاف ديال المرات. الحاجه اللي مزيانه هي ممكن تصيفطو حتى لوفا كاش، وشي واحد اذا كان عنده الكونت في التجاري حتى هو ممكن تصيفطو مباشره للكونت ديالو. اللين ديال تيليشارجمون غادي تلقاوه في الديسكريبسيون. ابليكاسيون فريمون تتعتق، لان الفلوس يوصلوا انستونطانيمون. غتلقاو لي اندرويد واي او اس كاينين في ديسكريبسيون، كليكيو عليهم وتيليشارجيو، وغادي تلقاو حتى الكود برومو اللي تخليكم تاخذوا 5 اورو زايده في الترانسفير ديالكم الاول. القصه ديالنا تبدا في شيكاغو في ميريكان مع واحد الحلاق سميتو ويليام سمارتو. ويليام كان حلاق في النهار، ولكن كانت عنده واحد الخدمه اخرى بالليل، كان شفار. كل مره شنو كان تيسرق؟ ديور، محلات، طوموبيلات، اي حاجه جات في طريقه باش يدخل اكثر من داكشي اللي كان تيدخل في الصباح في الصالون ديال الحلاقه. واخا هو كان مشهور بزاف وتيدخل الفلوس بزاف من خدمته، كان الاغلبيه ديال الوقت تيدير هاد العمليات ديال السرقه بوحدو، وقليل شي مرات تيجي خوه تيعاونو، سورتو باش تكون شي ضربه كبيره ولا باغي يسرق شي بنك، حيت تشوفوا من بعد غادي يولي يسرق بزاف ديال البنوك. من بعد ما سرق بزاف ديال لي بنك صغار في المدينه فين كانوا عايشين في شيكاغو، قال هو وخوه علاش ما نستافدوش من هاد التجربه ونحاولوا نديروا شي ضربه كبيره في شي بلاصه بعيده شي شويه. بحكم ديك الاكسبيريونس اللي عندهم في لي براكاج، جلس هو وخوه وبداو تيفكروا تيقولوا شنو هما الشروط اللي خاص تكون في البنكه اللي باغين نضربوها باش نربحوا منها فلوس بزاف. داروا واحد ليست ديال الشروط وبداو تيقلبوا على ديك البنكه المثاليه بالنسبه لهم. بيان سور ما بين هاد الشروط خاص تكون سيكوريتي، ماشي تلهيه ويكونوا تيتحطوا فيها فلوس بزاف. بقاو تيقلبوا مده وما تيقلبوا حتى طاحوا في هذاك البنك المثالي بالنسبه لهم واللي غادي يقرروا يديروا فيه العمليه. بنك فيه جميع المواصفات اللي كانوا باغيين. من بعد ما اتفقوا، اول حاجه اللي غادي يديروا غادي يمشيو للبنكه وغادي يحلوا كونت تما، وفي نفس الوقت غادي ياخذوا واحد الكوفر صغير، واحد اللوكر وسط لاصال دي كوفر، الكوفر الكبير اللي كاين. وبطبيعه الحال ما خداوش بالوراق ديالهم وسمياتهم، ولكن استعملوا واحد ليدونتيتي مزوره، سميه مزوره، كنيه مزوره، باش ما يعرفوهمش. بطبيعه الحال داروا راسهم بانهم كليان كبير، ولاو ديما تيمشيو لذاك الكوفر غاديين جايين، تيتعرفوا مع الناس اللي خدامين في ديك البنكه، ولاو تيعرفوهم، ولات القضيه عاديه بزاف باش يشوفوهم جايين. بقوه ما تيمشيو لذاك البنك سيمباتيزاو شي شويه مع ديك السيده اللي تتحل لهم ديما الكوفر، بداو تيهضروا معاها تقريبا في نفس لاج ديالهم. سورتو خو سمارتو، خو ويليام سمارتو تفاهم معاه بزاف، ولا ديما خوه باش يجي لابونك تيبقى شاد معاه الهضره وتيبقاو يتعاودوا. المهم هو خاصو يكسب التعاطف ويقلب على اي ثغره لقاها، اللي ممكن تكون من ناحيه ديال السيكوريتي ديال البنكه، وتقدر تكون حتى من ناحيه ديال الانسان اللي خدام في البنك. في هذا الوقت بطبيعه الحال كانوا تيلاحظوا كاع داك الشيء اللي تيطرا في البنكه، جميع الثغرات اللي تيبانوا لهم، تيفهموا بعدا السيستم ديال السيكوريتي كيفاش خدام، وفهموه شويه. وشي مرات كانت هذيك السيده تتبقى تعاود لخو هذاك باش يبين لي بان البنكه راه سيف، ما عندهم لا شي خاف، يخاف من راسه هو اللي يسرقها. وهو وخوه كانوا داروا احتمال بان الثغره تقد تجي حتى من العامل البشري، ويستعملوا السوشيال انجينيرين باش يحاولوا يستغلوا هذيك السيده اللي صافي تصاحبات معاهم ولا تثق فيهم باش يدخلوها حتى هي في البنك ويستغلوها ويسرقوا هذاك البنك. هذيك السيده باش كانت تشرح الخو ويليام، كانت قالت ليه شوف ما عندك مناش تخاف، في هذا البنك راه حنا براسنا، اذا بغينا ناخذوا فلوس نجيو مور الخدمه ولا نحلوا الكوفر، الكوفر ما تيتحلش، اون فوا تسالي الخدمه تنسدوه تيدار لي واحد مينيتور، ما تيتحلش حتى تتبدا الخدمه الغد ليه عاد تقدر تحلو. وهذا الشيء واخا يكون عندك السوارت والكود. وبطبيعه الحال نفس الشيء
نهار السبت باش يساليو الخدمه الصباح اون فوا تيسدو ما تيبغيش يتحل داك الكوفر ما تيبقاش غادي يتحل داك الكوفر حتى نهار الاثنين باش توصل ديك الوقيته عاد ممكن يحلوه بيان سور بالسوارت بلوس الكود. وبلا هاد الشروط بثلاثه الوقت زائد سوارت زائد كود مستحيل شي واحد يحل، ما يمكنش جوج منهم يكفيو، خاصهم بالثلاثه يكونوا حاضرين. من فوق هادشي كامل اون فوا تدخل الكوفر راه ماشي صافي، تدخل تلقى محطوط فيه شي حاجه، اون فوا تدخل ليه تلقى واحد السيف بوكس بزاف ديال السيف بوكس بحال اللي كاري ويليام، وكل سيف بوكس فيها جوج سوارت، واحد تيكون عند هاد السيده هادي وواحد تيكون عند مول داك البوكس، باش هي ملي ما يكونوش ما تقدرش تحل، خاص ضروري يكون مول البوكس عاد تقدر تحل. المهم من بعد ما عطاتو جميع هاد المعلومات قال لي الله يرحم لك الوالدين عطيتينا هاد المعلومات هادو، حتى حد ما يقدر يسرق هاد البنكه هادي من غيري، ماشي ما قالوش ولكن انا قلت. المهم ملي رجع هو وخوه داروا واحد الخطه خطيره، اول حاجه كان قال هذيك السيده اللي دابا ولاو مصاحبين معاها واللي هي مكلفه ان الاختصاص ديالهم وخدمتهم وانهم تيبيعوا دوك لي طابلو الغاليين لي كوليكسيون، وان هاد السيف بوكس اللي واخدينه من هاد البنكه هادي واخدينه باش يخبيو فيه هذوك لي طابلو ديالهم وداكشي ديال الخدمه ديالهم والوراق. هاد الشيء بطبيعه الحال عنده واحد الهدف، هو انه باش يقدر يبدا يدخل معاه سكن كبار لتما وياخذ راحته وتميك عليه شي شويه وسط الكوفر. هاد السكن اللي غادي يكون فيهم الماتيريال اللي غادي يدار به البراكاج، باش نهار غادي يلقى طريقه باش يدير هاد البراكاج كل الماتيريال كله محطوط وواجد. هادشي اللي بدات يدير بدات يدخل داك الماتيريال بشويه بشويه، بطبيعه الحال داك الماتيريال ماشي كبير لان داك البوكس ما كبيرش بزاف، وغادي يلقى مشكل مع الماتيريال اللي كبير اللي فريمون كبير، ومع الماء ومع الماكله، لان خونا ويليام مقرر تما يطول بزاف نهار غادي ينفذ العمليه. غادي يبقى يقلب على شي طريقه حتى غادي يطيح على واحد الطريقه اللي ممكن تحل هذا المشكل، واللي غادي تحلوا ليه هو ان يلقى داك الكوفر فيه فو بلافون، وان اذا حرك واحد البلاك من داك الفو بلافون ممكن يوصل للفوق، وممكن ديك البلاصه يخبي فيها الماتيريال الكبير ويخبي فيها الماكله. طبيعه الحال داكشي اللي دار جاب داكشي كامل، وكبحال كل مره خوه تيبقى مع هذيك في البيرو اللي حدا الكوفر هي تتحليه وتتمشي، وتبقاو يهضروا تيهضروا على ما خوه سالا، خوه طلع حط اللعيبات كاملين وسط الكوفر، الكوفر ما فيهش كاميرا، ورد هذيك البلاكه ودار راسو بانه غير حل الكوفر ديالو وسطو وصافي مشى عادي بحال ما كاين حتى شي مشكل. دابا ويليام عنده الماكله، عنده ماتيريال، عنده كلشي الا حاجه واحده، مازال ما عرفش كيفاش غادي يدخل هذاك الكوفر وغادي يدخل البنك. غادي تقول لي دار هادشي كامل ومازال ما عارفش كيفاش غادي يدخل. الجواب هو، وهو كيوجد هادشي كامل وبالضبط باش طلع يصايب هذاك الفو بلافون ويحط فيه داكشي كامل، طاح على الطريقه وطاحت عليه الفكره ديال كيفاش غادي يدخل هذاك الكوفر باش تكون البنكه ساده وما يكون حتى شي واحد، وهادشي بلا ما يحفر وبلا ما يهدد وبلا ما يسرق حتى شي حاجه. باش كان طالع الفوق باش يخبي هذوك التولز ديالو باش يخدم، كان بان ليه ان بين هذاك الصف ديال البوكسز الاول والاخر الثاني اللي عمودي على الاخر كاين بيناتهم واحد ليسباس ممكن يطلع ويتخبى فيه ويبقى جالس فيه، وتا واحد ما يقدر يشوفو اذا كان من الجهه الاخرى. يمكن فهمتو كيفاش ناوي يدير، غادي يقرر يتخبى تما ويبقى تما حتى كلشي يخرج وتصد البنكه، يعني يدخل عادي بنهار من الباب الكبير وغادي يتخبى تما حتى كلشي يمشي. ولكن غادي يبقى عنده واحد التخوف واحد، هو اذا كان شي سيستم سيكوريتي اخر تما في الكوفر، وكان سمع هذيك السيده تتعاود على واحد ديتكتور ديال الصوت، واحد الكابتور غير تسمع الصداع وسط الكوفر اوتوماتيكمون تعلم البوليس والبوليس تيجيو. هذا الكابتور كان محطوط في واحد البلاصه وبانت ليه ديك البلاصه، وهو معاه عنده شويه ديال سكيلز في الالكترونيك وفي هادشي ديزاكتيف هذيك الالارم، ولكن واخا هكاك ما تعقش قال ما تعرف تكون مازال شي حاجه، وطاحت عليه واحد الفكره قال شنو ندير؟ قال ناخذ واحد الساعه هذوك الساعات القدام اللي تيصوني وغادي حطها في الفو بلافون ونحققها باش تصوني مع 12 ديال الليل بالضبط، ومع 12 ديال الليل غادي يكون هو في واحد الطوموبيل مخبي في الزنقه ويشوف واش من بعد ما غادي تصوني غادي يجيو شي بوليس ولا لا. اذا جاو البوليس هادشي تيعني بان مازال كاين شي كابتور وسط هذاك الكوفر، اذا ما جاوش هادشي تيعني بان صافي كلشي سيف ممكن يبدا العمليه. داكشي اللي دار 12 ديال الليل تيتسنى والبوليس جاو وصلوا، يعني باقي شي حاجه في داك الكوفر شي ديتكتور ديال الصوت وخصو يعرفوا فين كاين. المهم البوليس دخلوا قلبوا بالهم حتى شي حاجه اللي في شكل البنكه بخير ما طاري فيها والو، ومشاو بحالاتهم، وهو عرف بانه خصو يلقى هذاك الكابتور الاخر. في الايام اللي من بعد قلب ولقى هذاك الشيء اللي كان باقي كاع دوك لي ديتكتور ديزاكتيفاهم، وعاود التجربه مره اخرى، غير هذه المره التجربه كانت ناجحه ما جاو لا بوليس لا والو، يعني
يعني الكوفر ما بقى فيه حتى شي سيكوريتي، غادي يكون هاني باش يخدم ويحل كيما بغى. وفي 11 افريل 1981 سمارتو وخوه مشاو بحال ديما للبنكة، وبحال اي مره ديك السيده اللي تما رحبات بهم حلات لهم الكوفر وحلات مع سمارتو البوكس ديالو وخلاته وخرجات بحال اي مره. مشات جلست في البيرو ديالها وبقات مع اخو سمارتو تيهضروا. البيرو اللي كاين في نفس الكولوار دونك ما كاين حتى شي مشكل. في نفس اللحظه سمارتو بدا البراكاج ووصل للنقطه ديال لا عوده، باش خوه كان مع ديك السيده في البيرو ديالها هو طلع لذاك اللوكرز ودخل في ديك البلاصه اللي قلت لكم وتخبى تما طبيعه الحال من بعد ما سد البوكس ديالو. والثغره اللي غادي يستغل سمارتو في هذه البنكه هذه هو انه داك البنك كان تيقيد الاسماء ديال اللي داخلين الكوفر وما تيقيدش الاسماء ديال الناس باش يخرجوا منه، يعني ما يمكنش تعرف واش مازال شي واحد لداخل ولا دار تشيك اوت خرج. وهاد القضيه غادي يستغلها. منين خو سمارتو وديك السيده شافوه تعطل بزاف حتى هو دار راسو بانه ما فاهمش علاش خرج وخرجت حتى هي، مشاو لذاك الكوفر مي ما لقاو حتى شي واحد ولقاو البوكس ديالو مسدود. قالوا يمكن ما شافناش وخرج مشى فحالو صافي ما تسوقوش بزاف، كمل مع الهضره شي شويه ومشى حتى هو. ولكن اللي ما عرفاش هذيك السيده هو ان سمارتو راه مازال في الكوفر وتيتسنى غير اللحظه باش كلشي يمشي باش يخرج ويجمع كاع داكشي اللي غادي يلقى. حنا نهار السبت والخدمه قربات تسالي عندهم، تيخدموا غير نص النهار. هذيك السيده اللي مكلفه بالكوفر سدات الكوفر دارت الكود بدا هذاك المينيتور ما تقدش تعاود تحل الكوفر مره اخرى. وهنا بدا الوقت لسمارتو باش يبدا يسرق ويبدا غادي يزيد يتسنى شويه باش يتاكد بان البنكه خوات، وغادي يخرج من المخبأ ديالو وغادي يشوف قدامه داك الكوفر اللي هبو وحده ويقدر يدير اي حاجه وعنده ماتيريال وعنده ماكله باش يجلس تما يومين. باش خرج كانت الظلمه ومن الزهر كان جايب معاه بيل باش يضوي، وداك البيل غادي يستعمله في هذه العمليه كامله باش يبقى يشوف شنو تيدير. سمارتو جبد الماتيريال كامل اللي غادي يحتاج من الفو بلافون وسمارتو غادي يبدا. الصعوبة في هذه العملية هذه هو أن سمارتو خصو يهرس القفولة، ولكن في نفس الوقت ما خصوش يخسر هذوك لي بوكس، خصو ياخذ القفل يحيدو بوحدو يعني هذاك الكانون ديالو ويحل لي بوكس باش منين يسالي يعاود يحط هذاك البوكس هذاك كما كان يسدو ويحط هذاك الكانو باش يبان بان البوكس ما عمره ما تحل. وهذه هي الطريقه الوحيده باش غادي يقدر يخرج من هذا الكوفر. وانتم تفهموا علاش السبب هو ان خاص يرد الكوفر في ليطا اللي كان فيه، ما يبانش بان شي واحد هرس داك الشيء باش نهار 2 الصباح باش تجي هذيك المسؤوله تحل الكوفر يبان لها عادي ما تسوقش وتمشي ترجع لبيروها وهو يطلع من ديك البلاصه ويخرج بحاله عادي. وهذه الطريقه اللي قرر يسرق بها هذاك الكوفر، طريقه ذكيه بزاف ولقى واحد لافايل اللي ما خصهاش تكون نورمالمون في بنكه ولكن هو اللي طاح عليها. سمارتو بدا الخدمه في الظلمه وبدا يحل بوكس بوكس بطريقه ثقيله وبشويه باش ما يخسر حتى شي حاجه. كل بوكس شنو تلقى فيها؟ كاين اللي حاط لي تيتر، كاين اللي حاط الذهب، كاين اللي حاط فلوس، كل واحد وشنو حاط. وسمارتو ماشي عنصري تيجمع كل شيء، تيحاول يعمر الماكسيموم وتيحاول الماكسيموم ما يخلي حتى شي اثار، اي حاجه كلاها اي حاجه دارها تيحاول يهزها من الارض وما يخلي والو. شي مرات كان تيحل دي كوفر ما تلقى فيهم شي حاجه وتلقى فيهم غير الوراق ديال الكريديات على دوك الناس كانوا تيبقاو فيه. شنو كان تيدير؟ كان تيهز من عند شي واحد عنده الفلوس ولا عنده الذهب وتيحط لهذوك اللي عليهم الكريديات. المهم حس براسو ديك الليله بطل، حس براسو هو روبن هود تيسرق من الغني باش يعطي للفقير. المهم داش راه يديه في ذاك الكوفر. بطبيعه الحال كان تيدير بريكس تيرتاح فيهم تياكل فيهم، راه يومين ديال الخدمه هو خدام ضروري كي لابوز تينعس. تنتسائل انا كيفاش عنده الدم بارد باش ينعس وياكل ويكون مرتاح وفي اي لحظه يقد يجي شي واحد ويحل هذاك الكوفر ويلقاه واخا سبتو الحد ولكن ما تعرف. المهم بقى خدام بحال هكا الويكاند كامل، وفي الحد بالليل تقريبا حل واحد 70 80 بوكس. صافي قرر بانه غادي يحبس وغادي يبدا يحيد الادله اللي كاينين، جمع ماتيريال كامل ردوا لديك البلاصه اللي هضرنا عليها، داروا في واحد الصاك، سد هذوك لي بوكس كل مره تيتاكد بانهم تيبانوا عاديين، قلب الارض كامله ما تكون حتى حاجه طايحه فيها. المهم هذاك الكوفر خصو يرجع كما كان نهار السبت، وداك الشيء اللي دار تاكد شحال من مره ورجع لديك البلايصه ديالو تخشى فيها ونعس. حنا 2 صباح البنك حل عادي، وديك السيده كما في الخطه ديال سمارتو حلات داك الكوفر ما تسوقاتش ما بان لها والو اللي غريب ومشات جلست في البيرو ديالها. سمارتو في نفس اللحظه كان في داك القنت وكان مستعد، قلبو تيضرب 120 الخلعه شاداه وعنده واحد الطريقه باش يعرف واش ما كاين حتى شي واحد في الكوفر. كان صايب واحد العصا صغيره فيها مرايه طلع عاوت يشوف بها واش الكوفر من بعد ما تحل ما كاين حتى شي واحد فيه، تاكد بانه ما كاين حتى شي حد في الكوفر. خرج من البلاصه ديالو وهاز معاه جوج سيكان في التوتال
كنت مع اربعه ديال السيكان مع خرج سمارتو كان واحد الحله جديده كان لابس اللبسه ديال البنايه وداير واحد الكاسك جيلي فليوريسون وهز هذوك السيكان وخرج نقز من تما وخرج عادي. علاش كندير هادشي كامل؟ لان في ديك البيريود كانوا الاشغال تما في البنكه وباش يبان عادي هاد السيكان كبار خاصو شي سبه وكانت هذه هي السبه. خرج عادي ما كاين حتى شي مشكل تخرج لبرا ما هضر معاه حتى شي واحد. باش خرج طبيعه الحال لقى خوتي تسناه في الطوموبيل حط هذوك جوج سيكان وكانت عنده الشجاعه باش عاوتاني يدخل البنكه ويطلع للفوق ويدخل ديك البلايصه اللي حدا لي كوفر. ما وصلش حتى للكوفر لان خرج هذاك الشيء كامل وحطو في واحد القنت في كولوار. هز هذوك جوج سيكان عاوتاني دار نفس الحاجه ضرب داك التراجي كامل ما هضر معاه حتى شي واحد. خرج من البنكه حط هذوك السيكان جوج اللي بقاو في الكوفر كوفر ديال الطوموبيل وركب مع خوه ومشاو. العمليه نجحات وسمارتو دا داك النهار ليكيفالون ديال مليون دولار مليار ديالنا. غدوز واحد المده طويله قبل ما يكتشفوا هذا البراكاج. جا واحد الكليان بغى يحل هذاك البوكس ديالو مع خشاه والساروت طاح هذاك الكانون ديال داك البوكس ديالو ولقى بان داك الشيء محلول. حلوا ما لقاو حتى شي حاجه وبداو تجربوا في كاع لي بوكس ولقاو بان بزاف منهم كانوا تفرعوا وتما عيطوا للبوليس والاف بي اي تكلفات بهذا البراكاج هذا. غادي يحقوا باش يعرفوا كيفاش براكاج بحال هذا كان ممكن يوقع وحاولوا يلقاو شي دليل باش يوصلوا لهذا اللي دار هذا الشيء ولكن ما لقاو والو. ما لقاو لا ادله لا بصمات لا حتى شي حاجه. والحاجه الوحيده اللي غادي يلقاو هي هذيك الساعه اللي ما يعرفوش ليش تصلاح يلقاوها في الفو بلافون هي والماتيريال باش خدم وهذا الشيء اللي كاين وما فيهم حتى دليل وحتى بصمات. وصافي القضيه غادي تبقى معلقه هكاك واحد المده طويله حتى العام من بعد مره اخرى في شيكاغو واحد السيد دخل لواحد البنكه ودخل طواليت ديالها حتى واحد شويه السقف غادي يطيح عليه ماشي السقف الحجر ولكن واحد البلاكه ديال الفو بلافون بحال القبس وغادي تبان لي بحال شي حاجه تتحرك لداخل من فوق هذاك الفو بلافون. غادي يمشي تيجري وغادي يعلم سيكوريتي ديال البنكه. هذاك السيكوريتي غادي يجي وغادي يجيب معاه سلوم غادي يطلع وغادي يطل من هذيك البلايصه ديال الفو بلافون غيبانوا ليه واحد الرجلين. عرفتوا شكون؟ سمارتو مخبي تما كان تيوجد يمكن شي عمليه اخرى. سيكوريتي ديال البنكه غادي يمشي تيجري وغادي يعيطوا للبوليس والبوليس غادي يوصلوا لعين المكان. غادي يشدوا سمارتو ما غاديش يعرفوا هو مول القضيه القديمه ولكن غيلاحظوا بان هذيك الطواليت لاصقه على البلاصه فين كاين الكوفر وانه الماتيريال اللي جاي معاه تيشبه هذاك الماتيريال اللي خلى في هذاك الكوفر الاخر عام من قبل. من غير هذا البراكاج هذا سمارتو واحد شهر ونص قبل كان حاول يبراكي واحد البنكه اخرى مع عرفش الطريقه اللي كان باغي يدير ولكن قريبا نفس الماتيريال لقاو عنده ونفس التخربيق. كان عاوتاني مره اخرى في الطواليت وكان شاد واحد البيرسوس يتقبيها الحيط حتى دخل غفلو السيد اللي مكلف بالنظافه تما وباش قال ليه شنو تدير هنايا قال ليه منين سالي جمع هذا الشيء اللي كاين هنا. داخل ليه كانت عنده واحد الثقه في النفس طالعه بزاف وقال ليه الاخر واخا من مور داك الشيء مباشره خوا ديك البلاصه وما عمره ما عاود رجع ليها. وكانوا لقاو في هذيك الطواليت جوج حوايج. كانوا لقاو الماتيريال نفسه اللي تستعمل في البراكاج الاول واللي لقاو في البراكاج الاخر اللي كان مخبي في السقف. يعني عرفوا ان شخص واحد هو اللي تيدير هادو كاملين وهو اللي دار هذاك الاول. والحاجه الثانيه اللي لقاو هي هذيك الساعه باش يعرف واش كاين شي ديتكتور ديال الصوت وهذيك الساعه هي اللي غادي تخرج عليه وغادي تخلي البوليس متاكدين بان نفس الشخص هو اللي دار براكاج الاول وحاول يبراكي جوج مرات بنكه وما نجحش. طبيعه الحال باش نكون بريسي انا ديما تنقول براكاج 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 حيت مولفينها ولكن كاين الفرق بينات براكاج وكاس. براكاج هو باش تدخل على بنكه بالسلاح وان كاس هو هذا هو باش تدخل بشي طريقه اخرى وما تستعمل لا سلاح لا عنف لا حتى شي حاجه. المهم هذه الثقافه عامه. من بعد ما البوليس غادي يلينكيوه مع هذه القضايا بثلاثه غادي يزيروه ديال بصح غادي يجبدوا ليه داكشي كامل اللي دار ويجبدوا ليه ديك الساعه ويقولوا ليه بان نفس الطريقه دارت في البراكاج الاول وفي هاد جوج المحاولات. المهم باينين الادله غادي يتصيفط للمحاكمه وهو غادي يقر غادي يشرح لهم ديك الساعه علاش كانت صالحه. ومن يوصل عند البروكيور يعني ليكيفالون ديال الوكيل الملك عندهم تما غادي يديروا معاه واحد الديل. انتم عارفين في امريكا تيديروا لي ديل. قالوا ليه عندك اختيار بين تحكم ب 20 عام ولا نقصوا لك المده ديالك ولكن شرح لينا بالديتاي كيفاش درتي هذاك البراكاج الاول. طبيعه الحال غادي يقبل لان ما بين 20 عام وواحد المده قصيره غادي يفضل يهضر ما خاسر حتى شي حاجه. وقالوا لي حاجه اخرى خاص ضروري ضروري ترد داكشي اللي سرقتي. في الاول غادي ينكر ولكن في الاخر تبان لي القضيه غيعيش حياته كامله في الحبس. غادي يقول لهم الفلوس كاينين في بلاصه فلان فلانيه غادي يجيبهم المحامي ديالو وغادي يشرح لهم كيفاش دار هذيك العمليه بالضبط. وفي الاخر غادي يعطيوه المده
ديال 8 سنين وبسببه غادي يتبدلوا الرولز ديال لي بنك امريكان كامله. غادي يولي ممنوع يكون فو بلافون وسط لي صال ديال لي كوفر، غادي يولي ممنوع يكون شي اونغل خاوي ما بين جوج ديال لي زارموار ديال لي بوكس. المهم بسببه غادي يتبدل القانون كامل. والبوليس كانوا سولوه في الاخر قالوا ليه علاش من بعد ما سرقتي مليار درتي محاولات اخرين باش تسرق، واش فلوس سالاو ليك ولا ما قدوكش؟ قال لهم لا، فلوس كانوا مازالين مخبيين، ولكن كان تعجبني هذاك الاحساس وهذيك الخلعه باش نكون تندير شي براكاج.